الإنسان الطيب اللي قلبه مكان خير واللي قاد فريق عمل يشتغل علشان صالح هذا المستشفى، بالتأكيد كلنا لابد إن احنا نحييه ونحيي أيضا برع بوقته وجهده واهتمامه في منزله. انا بشكركم جدا وكل الساده الحضور الكبار الموجودين، اكيد هم جايين من قلبهم لمستشفى القلب. شكرا، السلام عليكم. مثل هذا الصرح في هذا المكان يشد المكان الى اعلى. كنت بتكلم مع الوزير اشرف صبحي دلوقتي، فبقول انه ميزه هذا المكان متابعاها رايه صحيح، انه مش بس المستشفى موجود، هيحسن المنطقه كلها حواليه. وسياده المحافظ النجان اللي لقيتني في نظر رايي بالتاكيد.